ماشي الخيل، قود له، خلوا الخيل، خيل، الشدان، خلوا المقجوجة الخيل، خيل، شد، شد، الكحلة الولادة، نبدل على خاطري، وارقب أخويا ارقب، أوب. اسم كامل مصطفى الرادي، رئيس الفيدرالية الزناتية لتربية وركوب الخيل، ومنظمين ديال مهرجان بالوما بالمحمدية بلدية عين حرودة. الفيدرالية اليوم تنظم هذا المهرجان المتميز والاستثنائي الذي يواكب الاحتفالات بعيد العرش. بماذا يتميز هذا المهرجان بعدك؟ هذا مهرجان رياضي، الناس كتلعب في ركوب الخيل، رياضة ركوب الخيل، وكيتفرجوا يفرجوا الناس اللي كيجيو كاع الزوار اللي كيجيو البالوما وكيجيو اما للشاطئ وشي، وكيلقوا قدامهم هذا المهرجان اللي كيفرج يفرج ويفوج على الناس. تقريبا عدد المجموعه كاينه 41 صربه، فيها صرب محليه وصرب من باقي المناطق ديال المغرب الحبيب، وكاينه واحد الصربه ديال النساء كتمثل الصربه ديال النساء، وكاينه الصربه اللي كتمثل الجاليه المغربيه اللي كاينه في الخارج. وحنا كاع الايام عندنا رسميه الحمد لله، وهادشي هذا ومهرجان يعني كل يوم عندنا رسمي وكل يوم بحالو بحال الاخر، يعني كنوجدوا كاع اللي عندنا وكاع اللي في القدرات ديالنا كنوجدوا من اجل انجاح هذا المهرجان. كاين لجنه مكلفه بالتنظيم، ولكن اللي راسها هو الرئيس السابق سي محمد داوي اللي عنده خبره كبيره وكبيره بزاف، وكنشيد به وكنشكره لانه هو عطانا واحد الدعم اللي كبير بزاف، واللي شي بلديه اخرى ما كيعطيوش بحال هذا الدعم، يعني الدعم لوجيستيكي، دعم معنوي، دعم فكري، كيرشدنا وشي على حسب الخبره عنده، لان هذه يعني المره السادسه اللي كيتنظم هذا الشيء هذا، وكنشكره جزيل الشكر، جزيل الشكر، الله يجازيه بخير. تقريبا راه ما كاينش عرس، هذا عرس المغاربه كاملين، هذا عرس المغاربه كاملين، الناس كيجيو من جميع المناطق وكلهم كيعيطوا، كل شيء باغي يشارك، لا من طنجه حتى للقويره، كل شيء فرحان بهذا المهرجان، لانه مهرجان ناجح 100%. شكرا سي الرئيس. اولا قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، رشيد سيكاس مقدم صربه عن جهه الدار البيضاء الكبرى. 2016 اسست هذه الصربه، وهي اللي الصربه كتكون من الافراد ديال العائله، الاغلبيه من الافراد ديال العائله ديالي، واجتهدنا وكنشاركوا في الاقصائيه ديال دار سلام عن جهه الدار البيضاء الكبرى اللي شاركنا السنة الأولى ما ساعدناش حد، جينا تروازيام، السنة الثانية تروازيام، السنة الثالثة دوزيام، تأهلنا ما بين الجهات في مبني ملال، وتأهلنا جينا الصربة الأولى عن ما بين الجهات، وتأهلنا لدار سلام، وما ساعدناش حد في دار سلام. كاين بزاف ديال الحوايج بالنسبه لهذا المشكل ديال اللي كنلقاو بزاف، هو ديال البارود، باش تاخذ رخصه ديال البارود وتريني بالاخوان وداك الشيء كتلقى مشكل، ولكن كنتغلبوا على هذا المشكل هذا، وكنترينيو بلا بارود وكنتغلبوا على المشكل الحمد لله. كاين اجتهاد وكاين خدمه وراء هذا الشيء، ماشي ساهل، والحمد لله. كنشكر الركابه اللي معايا لانهم هما اللي كي بالفضل ديالهم والفضل ديال الله، باش انا الحمد لله بالصربه غادي للامام، والله يسهل على الجميع. وكنبغي نشكر من هذا المنبر هذا الناس اللي ساهرين على التنظيم ديال هذا المهرجان، منهم سي محمد الضاوي والاخوان كاملين جنود الخفاء والوقايه المدنيه والدرك الملكي والسيد القائد والناس كاع اللي كيسهروا على هذا المهرجان باش يكون في احسن حله.
الله يوفقهم. هادشي راه ماشي ساهل باش تشوف مهرجان بهذا المستوى تبارك الله، وهذا ماشي ساهل هادشي. كنطلبوا لهم تيسير ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، اسم كريم البشير ماهر من ممثل عمل الصطات. انا جينا الحمد لله كنشاركوا في هذا المهرجان ديال بالوما اللي هو مهرجان رائع صراحه، لان انا السيد الرئيس اللي هو اسمه محمد داو واقف عليه الحمد لله، والنظام في المستوى صراحه المحرك ما مرنا لعبنا في شي محرك بحال هذا، الحمد لله واقف على داك الشيء مزيان، والحمد لله لعبنا فيه اليوم. كانت الامور دازت كل شيء بخير وعلى خير، كل شيء سالم الحمد لله، كل شيء مزيان الحمد لله. دزنا في بالنسبه لدار السلام الحمد لله، كانوا الدراري عندنا في المستوى، كنا في النهار ديالنا كنا واحد فزنا باللقب، كان داك الشيء. وبالنسبه للمشاركه ديالنا على خارج الوطن كنتمناو، راه قال لنا الامير مولاي عبد الله، راه قال لنا ان شاء الله غادي تكون شي حاجه، وكنتمناو ان شاء الله نشاركوا على برا. ما كرهناش يعني قريبا غتكون تظاهر كبرى وهو المعرض الفرنسي في المدينه الجديده، واش نتوما مستعدون لهذا التظاهر؟ ان شاء الله غيكون مهرجان ديال جائزه محمد السادس، كاس محمد السادس، كاس محمد السادس غيكون ان شاء الله المدينه الجديده مع اهلي 12 صربة. وكاين حنا مازال غادي نديروا مباراه الثاني ديال الجهه كلها، غنديروا مباراه بوزنيقين ان شاء الله غيتاهلوا سته صربات، وحنا غنكونوا ان شاء الله واش من دوك سته ولا الله هو اللي كيعلم. المهم غادي نديروا مجهودنا والكمال على الله، الا تاهلنا ما كرهناش نتاهلوا ليه. بالنسبه للصربه ما عندنا الحمد لله ملي كندخلوا هنا، واخا تكون صعوبه ما كتبانش لينا صعوبه صراحه، كننساو كل شيء. كان صراحه بالنسبه لهذه الهوايه هذه هي بحال هي الكونجي ديالنا حنا، ملي كنجيو كننساو كل شيء صراحه فيها. وهذا الانجاز كان ديال كان جميع المحبين، والاب ديالي اللي هو هذاك راه المساند ديالي هذاك ديما معايا بدعاوي الحمد لله وباش ما بكل شيء، وكان هذا الاخ ديالي اللي هو اسمه محمد بيدره اللي واقف معايا هذاك في جنبي، هو المساند معايا هذاك ماديا ومعنويا، انا هذا معايا كنمشي معاه في الصربه هو كل شيء انا وياه. والحمد لله كان هذا كاع جميع المحبين ديالنا اللي كيحبونا وكل شيء كاع كان هذا من اللقب هذا. شكرا بارك الله يحفظك بارك الله. اسم محمد بيدره واش من لا تكلوب ديالو الصوت على الصوت الصوت ربتهم بسم الله توكلنا على الله. الجمهور الله يجزيكم بخير، الله يحفظ الجميع، الله ينصر سيدنا، الله يحفظ الدوله العلويه، امير مولاي الحسن، امير مولاي رشيد، والامير مولاي عبد الله، الله يحفظ الجميع، الله ينصر سيدنا، الله يحفظ الخياله، الله يركم بكم العز، الله ينزل نزول الطاعه، جاوا سالمين، رجعوا سالمين، اللي خلاو يسيبوه، اللي جاوا عليه يدوه، وطلبوا الله تعالى يجيب السلامه للجميع.